إذن أحبتي من جديد صباح الخير والعافية والصحة والسلامة، وصباح الخيرات بكل لغات العالم نقولها لكم أينما كنتم داخل وخارج العراق. اليوم في رحلتنا الصباحية الجديدة مع برنامج الزمن الجميل والقامات والبصمات، برنامج فيحاء على الهواء في 17 من شهر أيلول لعام 2022. إذن مثل ما تعودنا أحبابي أنه يكون معنا ضيف مميز وأيضا قامة عراقية مميزة ستكون معكم ومعنا كل أسبوع في أن يكون ضيف للبرنامج. اليوم ضيفتنا فنانة عراقية قديرة عشقت الفن منذ طفولتها، وكانت انطلاقتها عام 1964 في تمثيلية صبرية، ثم تلتها مسرحية ثم جاءوا إلى المدينة إخراج المخرج الرائد بهنام ميخائيل، ثم توالت الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية والسينمائية حتى تجاوزت 100 عمل وأكثر من الأعمال الفنية. ضيفتنا لهذا اليوم كانت في كل ما قدمت متميزة ومثيرة لاهتمام الجمهور والنقاد معاً، وكان أداؤها دور الخياطة في مسلسل النسر وعيون المدينة، والذي كان من إخراج الراحل إبراهيم عبد الجليل، قمة تألقها، ومثلت في العديد من الأعمال الفنية سواء على صعيد السينما والمسرح والتلفزيون. إذن نرحب سوية بالفنانة العراقية والممثلة القديرة الست زهرة الربيعي. صباح الخير والبركة والعافية ست زهرة. صباح الفل والياسمين عليك يا حبيبتي وعلى كل مستمعين اللي بيسمعونا هسه. صباح مشرق، صباح زاهي، صباح مكلل بالورود والياسمين. يا مرحبا. يا أهلا مرحبا، سهلا بيك. سعداء جدا أن تكونين معنا في برنامج القامات والبصمات والزمن الجميل، برنامج فيحاء على الهواء من إذاعة الغد. ألف أهلا وسهلا. ألف هلا بيك ست زهرة. ست زهرة، بداية احنا تعودنا مع كل ضيف بصمة مثل حضرتك، أكيد ما راح يكون السؤال عن تاريخك الفني سواء في التلفزيون أو في المسرح أو على المسرح أو كان في الإذاعة، لكن اللي حابة أسأله بداية عن أخبارك، عن اللي ما تقري على الساحة الفنية العراقية وعلى الدراما العراقية من أعمال فنية. تفضلي حبيبتي. تزين إذا أنا هذه السنة اللي فاتت سنة الظروف فما اشتركت بأي عمل، بس كان عندي برنامج هو ضي القمر، أكيد الكل العراقيين شافوا وكانوا معجبين بكل شيء البرنامج. فقبل سنة، قبل سنة من مو هذا رمضان، رمضان فات، أنا مثلت الأم بي سي عراق أحلام السنين اللي كتبها شوقي كريم واللي أخرجها علي أبو سيف. هذا آخر عمل كان لي تلفزيوني، مسلسل تلفزيوني من 15 حلقة. كان يعني كان دور كل جميل وغريب، يعني مو يعني أنا أبدا، هذا عمري كل الفني يعني كل طويل من أنا طفلة ولحد هذه، يعني أول مرة أقوم بهيك دور مال زوجة تحب زوجها وروح يسوي علاقات ويا غيرها وتكتشفها وبارش، كان دور كلش جميل وكلش أحبه، بس فعلا سوى بصمة في حياتي يعني كلها والله العظيم. كانوا معجبين يعني الناس كلهم، كانوا معجبين المشاهدين، كانوا معجبين بهذا الدور مالتي. وهاي اللي هاي السنين يعني اشتركت في برامج، اشتركت في مهرجانات في المحافظات وخارج العراق، أيضا مشتركة في مهرجانات، وإن شاء الله بعد أشترك يومية مهرجان إن شاء الله. أكيد إحنا يعني فخورين جدا بالفنانة القديرة زهرة الربيعي، صاحبة الوجه الجميل والصوت الجميل، وأيضا حضرتك من عائلة فنية. تحياتنا للفنانة فاطمة الربيعي أخت حضرتك، والراحل هاني هاني زوج حضرتك اللي هو من مدينة الموصل. لو نرجع للموصل وذكرياتك بهذه المدينة وما تركته من أثر في روحية الممثلة زهرة الربيعي.
الله يا موصلنا الحبيبة، الله يا أم الربيعين، صباح الخير على الموصل الجميلة، صباح الخير على أهلها، صباح الخير نطفل إلى الكبير، صباح الخير والخيرات إن شاء الله يا رب ترجع الموصل مثل ما كانت، مثل ما كانت أنا أروح لها وأشوفها، وإن شاء الله هي راجعة، راجعة إن شاء الله يا ربي. الموصل تركت أثر كبير، اللي هو زوجي اللي كان من الموصل، يعني أصلا هو يعني ربا في إتهوك، لأن كان أبوه في كان مدير مال بتهوك، ودرس للثانوية ووجه للأكاديمية وتخرج من أكاديمية الفنون، بس السنة شقيت ما أعرف أحني السنة تخرج من الأكاديمية، بس أنا ظليت تقريبا 20 سنة يعني أروح وأجي إلى الموصل، يعني عطلة الأطفال كان تصير عطلتهم أنا أخذهم وأروح، حتى لو ما كان هو معانا يعني عشت بالموصل كثير، يعني تعلمت حتى من عندهم أحشي مصلاوي، أطبخ مصلاوي، يعني تعرفين الطبخ المواصلة يعني معروف أكيد نكهته خاصة صحيح نعم تعرفين يعني كلهم هم مشهورين بالكبي ومشهورين بالبرمة البرمة والقلية هاي الصباحيات والقلية اي والله ذكريني ذكريني الباتشة الدولمة اكيد كلها متميز الدولمة كانوا يسموها الإبرة مو إبرة نعم نعم الإبرة نعم شفتي مناسي يعني لا 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 مناسي لا زين الأولاد أولاد حضرتك اليوم هم بالخارج وهم أيضا جذورهم مصلاوية يعني إحساسهم بهذه المدينة الكبيرة وما تعرضت إلى متابعتهم أيضا هل هناك متابعات لهم للأخبار من خلال يعني العمات الموجودات بالموصل أو الأهل الأقرباء أكيد أكيد حبيبتي عمامهم موجودين بالموصل بين فترة وفترة، خاصة ابني الكبير يأخذ زوجته ويروح هو، يعني هو أنا عندي ولد واثنين بنات يأخذهم ويروح على عمامه، أنا ما أريد أفرق بيناتهم لا أريدهم يستمرون، أريدهم يعيشون يعني حتى يجوز بالمستقبل يعني يروح هناك، يعني إذا الله خلانا طيبين شو وقت ما الله يأخذ أمانته ويروح يعيش مع عمامه عمرش يعني طويل يعني إن شاء الله، لكن هذا الانتماء لجذور مدينتهم وتاريخ نعم الحمد لله باقية جذورهم باقين يحبوها باقين العفو من يجيبون اسم الموصل يظلون يحسرون يروحون يعني الله. وبنتي الكبيرة يعني هي خارج العراق بس على طول تتصل وتخابر عماتها وعمامها يعني موجودين ما شاء الله بكثرة يعني انت بارك الله بيك والله يعني الأم لها دور انه صحيح حضرتك يعني من بغداد لكن التواصل لازم جسر التواصل هذا الحلو اللي خليتي في نفسيات الابناء وتواصلهم مع عمامهم هذا لازم. هذا الشيء يحسب لحضرتك اولا والتربيه الطيبه ثانيا سيد زهره حبيبتي حبيبي بقت تربيتهم ربيتهم حتى لي يبقون ويا يعني يبقى أبوهم موجود يبقى عمامهم موجودين من يذكرون أبوهم عمامهم موجودين يروحون يشوفون كأنما شافوا والدهم الله يرحمه الله يرحمه فلا لا الجذور موجودة وما يعني ماكو أي فراق بيناتهم بالعكس يعني كل شهرين كل ثلاثة كل أربعة يعني مش كل وقت ما عندهم مجال ابني خاصة ابني تعرفين هذا يعني ولد يعني أقدر أقول له لأن وياي بالبيت وهذه ماما روح على عمامك شوف عمامك شوف عماتك شوف شوف ولد عمه على طول يعني بارك الله بي صلة الرحم أحسنتي صلة الرحم مهمة جدا اليوم والدنيا دوارة مثل ما هم إذا يذكرون عماتهم أولادهم أيضا راح يتذكرون وتبقى هذه المدينة يعني مدينة الموصل بكل تفاصيلها مدينة فخر مدينة للجميع زاهية. تبقى زاهية حبيبي تبقى وتبقى زاهية. فخر للجميع اللي يزورها واللي يتربى على أرضها واللي عنده أصدقاء فيها فكيف اللي جذورة من هذه المدينة العظيمة لا. نعم نرجع إلى نعم ايه تفضلي يلا سيد زهرة احنا نرجع الى خلينا ناخذ يعني نستغل الوقت ونتحدث عن بداياتك مع الدراما التلفزيونية ودورك بدور صبرية الان نعم يعني هذه البدايات
مع مجتمع أيضا كان ربما يرفض دخول المرأة إلى عالم الفن والتمثيل، كيف واجه الزهرة الربيعي هذه التحديات ورسمت هدف مستقبلها واستطاعت أن تحقق هذا الهدف؟ حبيبتي، يمكن طالبة ابتدائية مدرسة في شارع الكفاح اسمها مدرسة عبد الكريم قاسم بكتها، أنا كنت أخذ صولو على طول بالمهرجانات اللي تصير، الاحتفالات المدرسية اللي صار، فبديت من المدرسة. وبعدين تعرفين فاطمة يعني دخلت للوسط. نعم. وراها فأهلي وقاربي كلهم موافقين، تعرفين شلون فنانة شلون تحسن قبل غير شكل كان الوضع، فجيت أنا صرت فنانة، قالوا إحنا فاطمة بعد ما ناسين دخولها لهذا العالم. الزهرة الزهرة يعني أنت كانت هي القدوة قبلش ست فاطمة، شجعت زهرة أنه تدخل هذا المجال، لو هو كان الموضوع شخصي يعني أنت عندك بذرات للإبداع للجرأة للحضور. نعم، هي اللي خلتني أحب الفن فاطمة، اللي خلت لي، إن كانت قبلي وكانت تأخذ أدوار كلش مهمة، فخلتني جدا أروح وياها الفرقة الشباب الطليعة ببكتها. نعم. اللي كانت شارع الرشيد، كنت أروح عليها بالبروفات كنت صغيرة يعني. نعم. عمري 12 سنة أو 13 سنة. حبيتي هذا العالم؟ نعم. دخلت بهذا العالم الكبير الواسع اللطيف اللذيذ، يعني هذا عالمنا، عالمي هساني ولا فاطمة ولا يعني الفنانات المعاية. فبديت بأول تمثيلية، هي التمثيلية الصبرية اللي اختارني إلها للدور هو الأستاذ المرحوم خليل شوقي. نعم. قال عندي دور وما أدري وين أباوع، ما دا أشوف الوجه نفسه، فرأسا وقعت عينه عليه، فقالت فاطمة شلون يصير يا أستاذي إحنا هيك وأنا ما دا يقبلون، قال هدي الله خلينا نسويها والله كريم. المهم يعني هذا التحدي التحدي شوفوا برقي، تحدي يعني هو تحدي برقي، تحدي بأدب الفن، تحدي بمكانة الفن، يعني ما شاء الله عليكم هذه العزيمة. نعم، مثلتي هذا الدور، أصداء الأهل والأقارب والمجتمع بصورة عامة. تدرين أنا مثل قايلة كلهم، يعني مو أمي ولا هذا، الوالد كان يعني بعيد عنا يعني زوج غير زوجة، وإحنا واحد يعني قاعدين إحنا وأخوتي وهذه، فتفاجأوا بالتلفزيون، تعرفين قبل بس حي. نعم. يعني ماكو اسود وابيض وماكو ملون، يعني مهم طلعت التمثيليه، قال اه احنا كنا فاطمه راضيه دورة تطلع اختها وياها، هاي بعدها صغيره هاي ما ادري شنو. نعم. قول عبرناها، رحنا تحديت انا واختي، احنا تحدينا حتى اخوي الكبير. نعم. كان معاي يعني نفسه كله ويانا، اخوي الحمد لله يمثل ويانا بس ما قدر يسيطر. نعم. قال هاي شلون قدرتوا انتم؟ اشو انا مدى اسيطر؟ خل اطلع من هاي المساله مال صبركم ايمانكم بعملكم حبكم للعمل اللي هو الدافع الاساسي لهذا النجاح. صار عندنا صمود، صار عندنا تحدي. نعم. اهم شيء التحدي، تتحدين الاشياء اللي تريدين تنفذيها تنفذيها لو تنقلب الدنيا. نعم. أنا كنت أحب التمثيل من أنا طفلة، كنت أوقف قدام المراية مثل دور بكتها هند رستم، وبكتها أسوي هيك وألبس هيك بدلة وما أعرف شنو، كنت أتمنى أني كنت أتمنى من أنا طفلة صغيرة بالابتدائي. زين، بعد هذه الرحلة مع التمثيل في السينما والتلفزيون أيضا المسرح والإذاعة. والإذاعة ما شاء الله عليك، يعني كل المجالات داخلة بيها، أكو دور في بال الفنانة الممثلة القديرة زهرة الربيعي كانت تحلم أنه تأديه ولحد الآن ما صارت الفرصة وأديتي؟ لحد الآن ما أي دور؟ أي دور؟ الخنساء. الله، الخنساء. الخنساء، واني احب امثل دور المرأة الشجاعة، واني هم مثلت في سنة من السنين على المسرح. نعم. الشهيدة أميمة، أميمة اللي الشهيدة اللي استشهدت بالغربية. نعم.
هاي أنا مثلت على لكن كدور تاريخي هو يجي وقتها نعم هو يجي وقت هذا السؤال نعم فمثلت أنا لا باعي أنا مثلت النهيبة مسلسلة نعم. النهيبة وراء صبرية عمري كان أقل من 17 سنة ما شاء الله يعني دور بطولة هو اللي أنهب أني ابن عمي ينهي علي وأني يأخذوني اللي أحب أني اللي نعم. كانت مثل دور أم الولد السيدة سعدية الزيدي الله يذكرها بالخير تحياتنا والمرحوم زاهر نعم. الفهد نعم. تحياتنا إلها يعني وقفت أمام قامات كبيرة وعمر أقل يعني 17 سنة حتى ما واصل إلى عمر العشرين نقول بينضج فني بجرأة نعم ما شاء الله عليك يعني هذه الأدوار اللي كانت بدايات قوية مع شخصيات قامات عراقية كبيرة شنو اللي علمت لزهرة الربيعي الفنانة الممثلة حبيبتي أنا تعلمت منهم لأن بديت طفلة أنا بديت طفلة أخذ من الحركة من خليل شوقي الله يرحمه الأستاذ الكبير أخذ حركة من فاطمة الرباعي أخذ كلمة شلون تحكي أنا يفتحون حلكم يسدوا عباوة شلون صدقيني أنا تعلمت أي حركة من عندهم أنا تعلمتها يعني ساعات البروفات نعم ساعات البروفات اها تمام سزهرة ساعات البروفات اللي كنتوا تأدوها وتاخذون يمكن حتى على حساب صحتكم وقتكم راحتكم يعني اليوم شلون تشوفين الفنانات العراقيات ما نريد نسمي الفنانين احنا نتحدث عن المرأة الممثلة عن المرأة نعم شلون نشوفين اليوم دور الفنانة العراقية نقدر نقول المبتدئة بعالم التمثيل اللي يمكن نشوف ممثلة بدور معين ورا شهر تطلع برمضان ننساها بعد رمضان يعني سر خلودكم سر هذا يعني هذه الأعمال الجميلة اللي قدمتوها والإبداعات بالنسبة إلى فناناتنا اليوم من الشابات حبيبي كان عندهم حب حقيقي يعني متمسكين بهاي الأدوار متمسكين بالفن متمسكين هسه اللي يمثلون يعني مع احترام للباقيات أكو يمثلون مثل ما حضرتك هسه قلتي يمثلون دور وبعدين ينسون مثلا ما يبقى اسمهم في ذاكرتنا ما يبقى اثر ما يبقى اسم ما تبقى كلمه من كلماتها اما هسه احنا ما اجيب على نفسي انا الوجه هذا نعم. يعني انا مثله بالنهيبه لحد الان صدقيني قسم اللي عايشين اللي نعم. ما متوفين الله يرحم المتوفين الله يرحمهم الطيبين الله يخليهم يعني لحد الآن يتذكرون لقطات من زهرة الرباعي بالنهيبة شلون تركض وشلون تعيط وشلون تبكي وشلون تسوي شعرها وشلون يوم مني نهبوها شو تسوي ولحد الآن يتذكرون الكلمة يتذكرون الحركة يتذكرون الالتفاتة والله العظيم يعني أنت عندك هسه ممثلات هسه جديدات الله يحفظهم إن شاء الله يصيرون نعم. يعني مثل ما قلت ينسون بيوم وليلة ينسون يعني أنتم بديتوا يعني بأعمار صغيرة أنتم بديتوا بأعمار أنت بديتوا بالسبعتاش اليوم بدي. نشوف فناناتنا شابات متجاوزة الثلاثين وأكثر يعني لكن بصمتها تأثيرها على المتلقي على المشاهد باقي. نعم أنتم بصماتكم بقت الآن ليش السبب شنو يعني عدم يعني التدريب أكثر عدم حب العمل الإخلاص يعني شنو اللي تغير مع العلم أنت ظروفكم كانت صعبة يعني أنت اليوم المجال مفتوح للجميع الأبي يشجع بنته والأخي يشجع أخته أنتوا عشتوا في زمن يعني محاربين من كل الجهات محاربين وصار عندنا التزام نعم سيدتي العزيزة صار عندنا التزام كلش قوي يعني حتى وبعد أنا ملتزمة كان أستاذ بهنام الله يرحمه الله يرحمه كان إذا أتعطل خمس دقائق أتأخر خمس دقائق عن البروفة يقول لي أوقفوا برا لما يخلص هذا المشهد يلا يبدي مشهد ما تجي ما تقنين بالمسرح جوا هو أستاذ قاسم الله. محمد ولا إبراهيم جلال ولا جاسم العبودي ولا جعفر السعدي ولا يعني يقدسوا للمكان يعتبروا مكان مقدس إلى وقته مقدس. وإلى مقدس. احترامه نعم
اليوم تشوفين هذا الشيء ضاع ببروفا يعني مع وجود الفنانات الشابات اللي تتأخر واللي ما تجي. نعم صدقيني أنا رحت كان عندي تصوير بإحدى المسلسلات القديمة قريبة كلش كانت أنا الساعة 7 تدور الكاميرا زين أنا 6 موجودة قاعدة مبدلة ومتمكجة وقاعدة ممثلة مادية هستوها والله هي جت بالتسعة الله جت بالتسعة زين ما تتعلم منك أنا قاعدة مخلية إيدي ما كل تزام إحنا علمونا ولا أكو حسيب ولا رقيب على التصرفات والسلوكيات الفنانات لا ما حسبوها ولا قالوا لها ليش تأخرتي ليش هاي هي هذا وقتها تجي هذا بابا إحنا عندنا الدور الكاميرا ساعة 7 نعم طيب ساعة 7 على 4 ما يخالف يعني عدم احترام الوقت يمكن هذا الوقت نعم. الوقت عندهم ما يحترمون نهائيا يعني خلي يزعلون علي زميلاتي هسه الموجودة هم الصغار والكبار زميلاتي وبناتي وصديقاتي بس خلي يزعلون علي بس ما ملتزمات نعم. مثل ما احنا كنا بذاك الوقت وبهذا الوقت ايضا الالتزام درجة اولى والله العظيم في اليوم اني بهنام ميخائيل علمني الكثير مو بس الي كل الفنانات اللي هم بقدي وبقد عمري الفني نعم كلهم علمهم على الالتزام علمني وكنت تتقبلون وما تزعلون ولا كنتوا تضوجون وتعفون الدور وتمشون نعم ابد ابد ما كنت ازعل ارجع اعتذر من المخرج بالعكس كان عندنا مسرحية خلت كل مشاهد المسرحية كان يا ما كان نعم. بيتنا احنا الصف القريب عن مسرح القومي قبل نعم. بالكراتي الفارغ فاجيت متأخرة وديت بنتي للحضانة اجيت متأخرة هم نفس الشيء قال لي سد الباب ولا تدخلين 5 دقائق قال لي تدرين للمسرح واحد يتأخر 5 دقائق شكبرها الله. شوفوا يمكن اليوم الأساتذة الله الله يعني الآن تتذكرين هذه المواقف وأنت يعني بقمة الوفاء لأستاذك شوفي يعني مواقف هذه يمكن في وقتها أنت شعرتي بالخجل بال يعني الحزن نعم لكن أيضا اليوم تحسين التدريسيين في كليات الفنون والأساتذة اللي هم اختصاص مسرح سينما مو بكفاءة أساتذتكم أيام زمان بالنسبة إلى العمل الفني أو المسرحي لا أكو أساتذة باقين يعني أكو يعني توفوا إلى رحمة الله الله يرحمهم نعم. أساتذة كبار يعني إبراهيم جلال وين جاسم العبود وين جعفر السعد وين بعد قاسم محمد وين والآن محسن العزاء وهو طريح الفراش نعم يعني الله ينطي الصحة والعافية هو هم راحوا احنا نحشي على الجدد هل لهم دور في ان يصقل موهبة الفنان او الفنانة ويعلمه على ابسط احترامات خشبة المسرح او ستيج المسرح او التلفزيون او السينما والله حبيبتي اكو قسم باقين نفس ماخذين نعم. نفس الطبيعه مال نعم. فلان مخرج فلان استاذ كبير فلان لا بس اكو لا يجي سو بروفا مع السلام مع السلام جدتي متأخرة صعدي على المسرح جدتي ماذا دخلي على أمام الكاميرا جدتي ماذا نعم. أكو يعني مو الكل أكو ملتزمين أكو لحد الآن ملتزمين يعني الكبار نعم. اللي بقصتنا علموا اللي هذا فتعلموا من عندهم نعم. أكو لا أبالي أكو لا أبالي وهذا السبب أنه اليوم الأعمال الدرامية بالدراما العراقية نعم يعني تردت وربما يعني تشاهد في وقت معين وتنتهي أو حتى ما تشاهد إذا كان هناك عمل درامي أقوى في إحدى الدول فأكيد المتابعة لتلك الدولة نرجع إلى السينما السينما العراقية وتاريخ السينما نعم. العراقية معروف وكانت دور السينما ما شاء الله تضطج يعني تزدحم بالناس وحتى في كل المحافظات كانت هناك سينما وإلها روادها الأعمال السينمائية اللي حضرت شاركت بيها وكانت إليش بصمة شاركت بكثير أعمال سينمائية خاصة نعم. المخرجين أبرز دور المخرجين. نعم أبرز دور اللي حضرت شو اللي تحبيه أبرز دور آخر اللي تحبي. شيء نعم. اللي يعني هو مشترك عراقي إيراني كويتي نعم. شاركت بي هذا أبرز دور هو اللي حبيته لأنه هذا يحكي عن المرأة العراقية
وحرصها على ابنها وشلون تحمي ابنها من اشياء هواية. هذا الدور لحد الان عايش، وهذا الدور مالتي اللي هو انا يوسف يا امي. فاز في امريكا بكل الولايات، فاز بالمكسيك، اخذت اني النخلة الفضية، النخلة الفضية، وما قدرت اروح لانه طريق بعيد، وتعرفين يعني ممتع المال 17-18. هذا الدور وفاز في دلهي، وايضا فاز بالبرازيل، وايضا في بالمكسيك. نعم ما شاء الله. ألف أيضا نحييك من إذاعة الغد من برنامج فيحاء على الهواء، مبارك لك هذا المنجز اللي تستحقي فعلا بحبك وإيمانك بعملك، وأيضا إعطاء الوقت الكثير لهذا العالم اللي عشقتي وانت طفلة. سيد زهرة الربيعي، مع هذا المنجز، مع كل الإنجازات اللي قدمتيها، دور وزارة الثقافة العراقية مع الفنان العراقي تحديدا، تفضلي. والله يعني هو متلكئ حبيبتي. يعني ما انا ما اريد احكي على فلان او فلان، يعني هي من شوية الدنيا صارت غير شكل. ليش لا بالعكس، اني دائما احنا شفافيه هي سمه اذاعتنا وبرامجنا والمصداقيه بالكلام، لكن هموم الفنان العراقي كثيره. انت فنانه لك باع كبير وطويل وعالم مليء بالادوار المتميزه، يعني هل كانت هناك لكم استثناءات معينه في وزاره الثقافه سواء في نقابه الفنانين من اجل انه يعطوكم ولو جزء، يرد لكم جزء من هذا النجاح وهذا التميز ست زهرة؟ لا حبيبتي، بالنسبة لنقابة الفنانين لا ما تضيع منطق تميز لأي فنان إلا القليلين يعني. نعم. وأما